هنا بمصلحة الاستعجالة الجراحية الجديدة بمستشفى زميرلي بالعاصمة، كل الإمكانات المادية من الأجهزة المتطورة والحديثة تم وضعها تحت تصرف الجراحين لإنجاح العملية الجراحية الدقيقة. كاين ثلاث تخصصات، دونك الجراحة العامة، جراحة العظام، والجراحة تاع الأعصاب. العملية تقدر تندار باغ واحد برك جراح، كيما تقدر تندار باغ دو أو تخوا جراح، باسكو سي أن بلوك سنترال، نقدروا نديروا التكوين عن بعد. دونك دان كوتي جهة نقدروا يكونوا عندنا لي زيتيديون تاعنا، دونك الطلبة تاعنا راهم في سال أون أوتر سال، يقدروا يتبعوا العمليه دو ا ا زد، اي بوف بوزي دي كيسيون ا سو شيروجيان كي اون ترين دوبيري. المستشفى تدعم ايضا بوحده جديده خاصه بالاستعجاله الطبيه لجميع التخصصات. المصلحة الجديدة فيها قاعة الملاحظة اللي فيها تتكون من 16 سرير، فيها قاعة الإنعاش، مصلحة الإنعاش فيها 14 سرير، ومجمع العمليات مع بثلاث قاعات جراحية للتخصصات الجراحية. وللنهوض بقطاع الصحة وتحسين أداء المؤسسة الاستشفائية، استفاد مستشفى مصطفى باشا كذلك من عملية إعادة تهيئة كاملة لمصلحة الاستعجالة الطبية. سي اون اكسيون مليحه اللي داروها، باسكو لي زورجونس اللي قدام بيان سور كل عفسه تقدام في الدنيا هذه، دونك مليحه كي يكون ترميم هكايا وسورتو في المنظومه الصحيه. كانت الحاله مليحه، منظمه اللي ميت كاين والحمد لله. الله يبارك، هاي الطب الله يبارك، قاموا بينا فرمليات ان شاء الله في كل المستشفيات الاخرين يديروا لنا كيما هكا. جهزنا كل الوسائل الماديه والانسانيه خاصه بالتكفل الحسن للمواطنين فيما يخص الاستعجالات الطبيه او الجراحيه. مثل هذه الهياكل من شأنها تخفيف الضغط على المؤسسة الاستشفائية وتقديم أفضل الخدمات الطبية.